المالكي سياسي براغماتي، يعني الرجل لا ينظر للمصلحة مثلا الوطنية، إنما ينظر إلى المصلحة الحزبية، قوة حزبه، متانة الحزب ماليا، متانة الحزب سياسيا، تأثيره في القرار السياسي. يشعر السيد السوداني أنه العفو السيد المالكي أنه قراره عند السيد السوداني أصبح ضعيف، لذلك لديه طموحات وفي المرحلة المقبلة أن يتصدر المشهد السياسي. يتصدر المشهد السياسي عن طريق من؟ مع العصائب لديه مشاكل. شاهدنا كيف حدثت مشكلة في قضية علي تركي، العصائب، وما حدث حول كلام علي تركي في محاسبة المالكي، وكانت هذه إشارة واضحة أن هناك تصدع في هذا التحالف. وكذلك تيار الحكمة وتواصله مع مثلا مع السيد المالكي، عدم حضور السيد المالكي في الكثير من اجتماعات الإطار التنسيقي إلا للضرورة، إضافة إلى لقاءاته مع السفيرة بعيدة عن الإطار التنسيقي. ولو تلاحظ أنه عندما يلتقي السيد المالكي مع السفيرة، نشاهد في اليوم الثاني السيد عمار الحكيم أيضا يلتقي مع السفيرة لمعرفة مخرجات لقاء السيد المالكي مع السفيرة، على اعتبار أن السيد المالكي لن يقدم لهم مثلا ما حدث داخل هذا اللقاء. وعليه السيد مقتدى الصدر انسحب من العملية السياسية، يعني كان من الممكن في قبل سنة أن يتفق مع السيد المالكي 33 مقعد ولديه 200 مقعد وتمشي الأمور ويشكل حكومة، لكنه أصر على قضية الأغلبية الوطنية، بمعنى أنه التيار الصدري يحكم والبقية من الشيعة هم معارضة، على اعتبار أنه كل التجارب السابقة عندما كانوا الشيعة مجتمعين باءت بالفشل، أدت إلى فساد كبير، أدت إلى احتلال ثلث العراق، أدت إلى مشاكل طائفية ولحد هذه اللحظة. وعليه إصرار السيد المالكي هو سياسي بحت، يعني ليس قضية أن السيد مقتدى الصدر عنده مشكلة معاه ممكن أن يؤدي إلى نزاع مسلح. حتى خيارات النزاع أن يكون هناك نزاع مسلح هي خيارات الإطار وليس خيارات السيد مقتدى الصدر، وهذا ما شاهدناه في الخضراء عندما صمت قادة الإطار على قتل المتظاهرين في ذلك الوقت وأنهى الموضوع هو السيد مقتدى الصدر. فقضية الصلح يريد منها المالكي قضية سياسية، تكتل حزبي في مقابل التكتلات الأخرى التي تقف ضده مع محمد الشاع السوداني.